في ديننا نحن نعامل الحيوانات أفضل معاملة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الدواب كراسي. أنت تركب على الحمار أو على الفرس، تركبه وهو يمشي، لكن لا تركبه وهو يقف، لذا متعب عليه. يقول: لا تتخذوا الدواب كراسي. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي تمشي إذ وجدت كلبا يلهث ويلعق الثرى من العطش، فنزعت موقها فسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها بسقيا كلب. يعني امرأة بغي، يعني تتاجر بعرضها، لو سقت كلاب الدنيا وتتاجر بعرضها 20 سنة 30 سنة 40 سنة، إيه يعني تسقي كلاب الدنيا؟ لا، دي لم تسقي كلاب الدنيا، دي سقت كلبا واحد، فشكر الله لها فغفر لها.